بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة في فيديو تكملة لمرض الفايبرومياجيا. اتكلمنا فيديو قبل كده، اول فيديو رقم واحد كان عن ما هي الفايبرومياجيا. الفيديو الثاني اتكلمنا فيه عن اسباب الفايبرومياجيا. النهاردة الفيديو الثالث هنتكلم فيه على اعراض مرض الفايبرومياجيا. معكم دكتور عبد الله مغازي، استاذ مساعد الروماتيزم وامراض المفاصل والمناعة جامعة القاهرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير. اهلا بكم. مرض الفايبروميالجيا زي ما قلنا هو مرض يسبب الم في الجسم كله. ده اول فيديو، وقلنا ان الالم ده بيصاحبه اعراض اخرى زي اضطراب النوم واعراض كتيره جدا لمرض الفايبروميالجيا. الفيديو الثاني كلمنا فيه على الاسباب، والاسباب دي قد تكون صدمه، قد تكون عدوى، قد تكون اسباب نفسيه، قد تكون الشخصيه نفسها الشخصيه عاشقه المثاليه. ده الفيديوهين، ملخص الفيديوهين اللي اتكلمنا فيهم قبل كده عن مرض الفايبروميالجيا. النهاردة هنتكلم على أعراض مرض الفايبروميالجيا. ما هي أعراض المرض؟ أعراض المرض وأهم عرض هو الألم، البين، الألم. الألم ده مشكلة كبيرة جدا. الإنسان المتألم مش هيقدر إنسان يكوب with his life، يعني أي لو أنت عندك ألم مش هتقدر تمارس حياتك بصورة طبيعية. الألم هيعوقك عن ممارسة حياة طبيعية. فاللي عنده ألم، الألم ده هيخلي الديلي أكتيفيتيز بتاعتك، الأنشطة اليومية بتاعتك تقف، هيأثر على حياتك. ده الألم. فالألم ده مشكلة كبيرة جدا. فأهم عرض والعرض المشكلة الكبيرة جدا لمرضى الفايبروميالجيا هو عرض الألم، الإحساس بالألم. ربنا يبعد عنكم كل ألم. الألم بتاع الفايبروميالجيا ألم صعب جدا، والناس دول ما بيتدلعوش. مرضى الفايبروميالجيا أصل الناس تقول لك ده بيتدلع، ده عنده مشكلة وبيتدلع، ده ما عندوش حاجة، طالما ما عندوش مفاصل ورمة هو ما عندوش مشكلة. لا، الناس دول عندهم ألم فعلا، والألم ده كبير جدا لدرجة شديد جدا لدرجة إنه بيوقف حياتهم، يخليهم مش عارفين يمارسوا حياتهم بصفة طبيعية. المريضة بتدخل عليا العيادة بتقول لي أنا عندي جسمي كله بيوجعني، أنا مفيش حتة في جسمي سليمة، أنا جسمي بيوجعني من شعر الراس لحد صباع رجلي، كل الجسم في ألم، مفيش حته في جسمي سليم. دي مرضى الفايبروميالجيا. الاحساس بالالم ده سببه ايه؟ سببه ان فيه افرازات عصبيه زياده في الجسم، والافرازات العصبيه ديت اي لمسه عند جسم الانسان، لما بلمسك كده او حد يلمسك كده، اللمسه ديت لمسه عاديه. لو جبنا عود كبريت او نار او انت بتعمل حاجه في البوتاجاز مثلا وحصل كي، في الم. ليه اللمسه العاديه بالصباح كده مش مؤلمه؟ وليه لمسة الكبريت او لمسة النار مؤلمة؟ ليه؟ انت لما بيحصل لمس هنا كده، بيحصل لمس بيطلع اشارة عصبية، الاشارة العصبية بتروح للنخاع الشوكي، والنخاع الشوكي ده يطلع اشارة، والاشارة دي تروح للمخ، والمخ يقول ان اللمسة دي غير مؤلمة. ده لو حاجة غير مؤلمة. لو حاجة مؤلمة المخ يترجمها ان هي حاجة مؤلمة وتسحب ايدك، تشد ايدك، في الم، في حاجة مؤلمة، تسحب ايدك بعيد عن مصدر الالم او مصدر المشكلة. في مرض الفايبروميالجيا اللمس نار، اللمس العادي نار، اي لمسه كانها نار، كانها حاجه بتحرق المريض الفايبروميالجيا. انت بتلمسه كده يقول لك شيل ايدك مش قادر. المريضه لما تكشف عندي في العياده احط ايدي على جسمها تقول اه انت وجعتني جدا، ايه اللمسه ديت؟ ليه الموضوع مؤلم كده؟ فالالم هو المشكله الكبيره. الالم اكبر مشكله عند المرضى دول. ليه بيحصل اللمسه بتبقى مؤلمه؟ لان بيحصل افرازات عصبيه. لما قلنا الاشاره بتطلع كده للنخاع الشوكي المفروض بتطلع مثلا اشاره رقم واحد، في مرضى الفايبروميالجيا الاشارات زياده، بتطلع خمس اشارات مش اشاره واحده. الخمس اشارات دول يطلعوا للمخ يعملوا تنبيه زياده، التنبيه الزياده ده يزود الاحساس بالالم. المخ المفروض يبعت اشاره ان اللمسه دي غير مؤلمه، المخ ما بيبعتش، فهي مشكله مزدوجه، تواطؤ من المخ وزيادة الإفرازات العصبية اللي جاية من الأطراف بالإحساس بالألم. فالألم هو المشكلة الكبيرة وأهم عرض وأهم مشكلة بتحصل لمرضى الفايبروميالجيا. الألم ده بيعقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية. الألم ده بيخليها مش عارفة تعمل مجهود في بيتها، بيعمل لها إجهاد، الإجهاد المستمر. تاني عرض عندنا الفتيج
او الاجهاد المستمر. مريضه الفايبرومياجا تقول انا حاسه بخمول، حاسه باجهاد في جسمي، مش قادره ابذل مجهود، مش قادره اعمل مجهودي، مش قادره اروح الشغل، ما بروحش شغلي، مش عارفه اعمل اي مجهود في البيت، لما بعمل اي مجهود بحس ان انا تعبانه جدا. فده تاني عرق. في خصائص معينه للالم او الاعراض ديت. الاعراض دي بتزيد كتير جدا، والالم بيزيد كتير جدا بالليل. بالليل الالم بيزيد بالليل، لما المريضه تتحرك وتروح وتيجي بيحصل ان الالم يقل. الالم بيقل مع الحركه ومع المجهود. لذلك في العلاج بعد كده لما نتكلم على العلاج، ان المجهود وممارسه الرياضه حاجه مهمه جدا للمرضى دول يعني. فالاجهاد والخمول ده مشكله كبيره جدا لمرضى الفايبروميالجيا بعد مشكله الالم. مشكلة أخرى وهي عدم انتظام النوم بالليل. أنت عندك ألم فمش هتنام بالليل، وعدم انتظام تقول لك أنا بنام نومي كله مقطع، أنا بصحى كل شوية بيجيليش نوم خالص. فاضطراب النوم ده مشكلة كبيرة بسبب الألم عند المرضى دول، مشكلة كبيرة جدا وتؤرقهم. عدم انتظام النوم هيزود الألم وهيزود الإجهاد، أنت ما نمتيش كويس، هتصحي مجهدة، هتصحي عندك مشكلة في جسمك. الصبح بقى شكلهم عامل ازاي؟ مورنينج ستيفنس، تخشب صباحي، جسمهم مكسر، انا بصحى جسمي مكسر، مش قادر ابذل مجهود، بصحى كاني كنت بشتغل في الفاعل، كاني طول الليل بشتغل، كاني كنت بعمل مجهود طول الليل، مع ان المفروض كنت مرتاح بالليل ونمت او ما نمتش، بس ما كنتش ببذل مجهود، بصحى الصبح على ان بذلت مجهود كبير جدا. فالتخشب الصباحي او التكسير الصباحي ده عرض تاني من اعراض الفايبرومالجيا. الصداع، اشتكوا دايما من صداع، صداع نصفي او صداع يجي في الناحيتين، الصداع ده بيبقى مشكله كبيره جدا، ويروح يكشف عند دكاتره مخ واعصاب ويطلبوا رنين مغناطيسي على المخ، يطلع طبيعي ما فيش حاجه. وش في الودان، يشتكي من وش في ودانها، تروح للدكتور اف اذن يكشف عليها، يعمل لها رسم سمع، يعمل لها يكشف على اذنها، ما عندكيش حاجه خالص. الصداع وش في الودان، فقدان الذاكره، انا بنسى كل حاجه، ما بفتكرش الحاجه، انا بحط الحاجه في البيت ومش فاكره هي في ايه. النسيان المتكرر، فدي من الاعراض بتاعت المرض. قله التركيز، ما اقدرش اركز في حاجه، اعمل حاجه مش مركزه انا بعمل ايه، وانا كنت بعمل ايه. فدي كلها اعراض، زي ما انتم شايفين اعراض كتيره جدا. احساس الاختناق، انا احس ان انا مخنوق ومش عارف اخد نفسي. ضربات قلبهم مشكه في صدرهم، يروح الدكتور القلب يعملوا اشعه القلب، يعملوا أشعة الصدر، يشوفوا إيه اللي في صدري، أعمل أشعات وأعمل فحص قلب وأعمل رسم قلب بمجهود، وكله يطلع طبيعي، كل ما أعمل فحص يطلع طبيعي، ما فيش أي حاجة، أو الدكتور مش عارف يشخص حالتي، رحت للدكاترة متخصصين، كل ما تشتكي المريضة من عرض تروح لدكتور متخصص بالعرض ده، وفي الآخر محدش عارف يشخصها هي عندها إيه. إحساس التنميل في إيديهم ورجليهم، يقول لك أنا دايماً إيديا ورجليا بنمله، أروح أعمل رسم عصا، يطلع ما فيش حاجة. كل ده من الافرازات العصبيه اللي موجوده الزياده، مش مشكله التهابيه ولا مشكله في الجسم، كل دي من اعراض مرض الفايبروميالجيا. القولون العصبي، احساس القولون العصبي، ساعات امساك وساعات اسهال، كل دي من اعراض المرض اللي هي القولون العصبي. مشاكل في البول، المثانه العصبيه، حرقان البول، كثر تكرار البول، كل دي طبعا الاعراض مش لازم كلها تبقى موجوده، يعني ممكن الاعراض بعضها او كلها يكون موجود. توتر العصبي، الناس دول بيبقوا عصبيين جدا يعني من الالم نفسه. انت لو عندك الم وعندك دم في صباعك، عندك مشكله في ضرسك، هيخليك عصبي، هيخليك متوتر عصبيا. الالم نفسه بيوتر الانسان عصبيا، وبالتالي مرضى الفايبروميالجيا من كتر الالم اللي عندهم ومشاكل الالم اللي عندهم بيبقوا ناس متوترين عصبيا. فالانكزايتي او التوتر العصبي ممكن يسبب المشكله. الموضوع ممكن يقلب معانا بشويه اكتئاب، وساعتها لازم يتدخل طبيب، دور الطبيب النفسي. لو المرض قلب معانا مش ألم بس، وقلب معانا باكتئاب أو مشاكل في النفسية، ساعتها يبقى استشارة الطبيب النفسي مهمة جدا. إحساس البرودة، الناس دول يقول لك أنا شوية أنا حاسس إن أنا بردان وحاسس إن أنا حران، غطوني اكشفوا الهدوم، اكشفوا الهدوم. فشوية يعني كان بيجي لي مريض مثلا، راجل جاي لي لابس كذا هدوم مع بعض، كذا كسوم مع بعض، وكنا في الصيف والراجل جاي ميه من كتر الهدوم اللي هو لابسها، والراجل هدومه كلها ميه، اقول انا حاسس ان سعال. تاني مره لما ادينا له العلاج وعرف هو عنده ايه، تاني مره جه خلع هدومه، كنا في الصيف ساعتها، الراجل جه خلع هدومه لابس عادي، لابس اللبس العادي بتاعه. فاحساس البروده احساس عند الناس دول مهم جدا، وبيجي لهم ويقول لك انا دايما حاسس ان انا سعال، دايما مغطي جسمي، وساعات يحس انه حران، مصهد في جسمها وحاجات زي كده. فدي الاعراض بتاع المرض، او معظم اعراض المرض، او الحاجات اللي بتيجي في مرضى الفايبروميالجيا.
نتمنى تنشروا الفيديو ده وتعرفوا الناس الاعراض بتاعتهم عشان يتشخصوا صح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.